انا الان كنت واجد ان شاء الله في مدينه عرفود بالضبط درعاتها في لالت. هذه المنطقه صراحه اللي عزيزه على قلبي وكنجي ليها بزاف، زعما ماشي اول مره ولا ثاني مره. فكما كنجي لزاكوره راني كنجي لهاد المناطق الرشيديه والريساني وارفود مرزوقه. هذه من جهه. من جهه واحده اخرى، سبب تواجدنا هنا احنا بصدد تصوير واحد الفيلم وثائقي على قناه الاولى، وبصدد ايضا زياره المعرض ديال التمور مع الاخوان ومع الدكاتره الحمد لله اللي استقبلونا احسن استقبال. وحنا الان كنتواجدوا في مدرسه الانفال اللي تبارك الله استقبلوني احسن استقبال، وتبارك الله على المدراء ديالها والاساتذه ديالها والتلاميذ ديالها، وان شاء الله باذن الله يخرجوا طلبه ولما لا علماء ان شاء الله في المستقبل. واش غنقول لك، تنظيم حدث تنظيم كاس العالم 2030 هو حدث ماشي كيجي كل مره، ولكن مره واحده في شحال غادي نسمعوا هذا الحدث. وهذه صراحه اوبورتونيتي بزاف ديال الشباب باش يطوروا من القدرات ديالهم، لان فرص الشغل غتكون موجوده والخدمه غتكون موجوده، واللي عنده لي كومبيتونس راه غادي يخدم ان شاء الله. شنو نقدر نقول؟ فاش غنقول لكم نصيحه ديالي زعما جد واضحه، لان هذه المنطقه اللي حنا فيها ديال تفيلالت فمنطقة تاريخية، وكنعرفوا أن سجل الماسة هي ثاني دولة تبنات من بعد القيروان، ومنطقة تاريخية جدا. وحنايا كأولاد المنطقة درعتها في لالت، فحنا خصنا نهزوا بالمنطقة ونعرفوا بها، ولا وطنيا لا دوليا. داكشي اللي قد عليه حنا كصنع محتوى كنحاولوا نديروا هذا اللازم ديالنا باش ان الصوره توصل بان هذه المنطقه هذه فيها ناس وفيها كفاءات وفيها شباب طموح اللي يقدر ان شاء الله يهز المنطقه والبلاد اون جينيرال. ونتمنى ان شاء الله من الشباب ديال المنطقه بالضبط انه يعرف بانه راه كاين في واحد البلاصه اللي تاريخيه مهمه في الدوله ديالنا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقهم ويسر لهم ان شاء الله الاعمال ديالهم والقرايه ديالهم ان شاء الله، ويحققوا المراد ديالهم ان شاء الله. الله يحفظك وتبارك الله عليك. الله يسر. الله يحفظك. الله يسر.